احد المصلين عند سجودين يسجد على دبر اللي امامه. احسنت احسنت. هل هذا يجوز؟ هذا سنة عمر. مش صحيح. هذا ليس بصحيح، هذا سنة عمر، إن الرجل كان بل أمرهم إذا كان هناك ازدحام، ازدحام في المسجد، فيجثوا بعضهم على بعض، فهذا ليس إلا على دبره، على دبره، على دبره. صحيح كلامك صحيح هذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.